المائدة المغربية متنوعة على حسب المناطق، لأن كل منطقة وكل باش كتمتاز من الشمال، من الجنوب، من الشرق. يعني المغرب متوحد. أو دابا واحد المسألة هي الحريرة. الحريرة هذه مثلا معروفة في الطقس الرمضاني، والعائلات المغربية كتجتهد في هذا رمضان هذا، على ود في الحلويات، في الشباكية، في سلو. كل واحد على حسب المنطقة اللي تيقول لها الميطار، اللي تيقول لها سلو، كل واحد شي يقول لك السفوف والقناط والبريوات، المسائل اللي هي كتكون او بعض النظر على هذا الشيء. هذا تيكون عاوتاني العشاء حتى هو عاوتاني بوحدو من مور التراويح. ومن مور التراويح الانسان عاوتاني كاين داك السحور اللي هو سنة تيخص الانسان يقوم بها. بالنسبة للضروريات اللي كيكونوا في مائدة الإفطار، هما أهم حاجة بعدا تكون العائلة مجموعة، يكون شنو سميتو، يعني المهم أهم حاجة هي كتكون العائلة مجموعة، كتكون واحد الحب، واحد الجو زوين في رمضان. موراها كتنوض كتصلي أنت والعائلة ديالك، أنت والوليد ديالك وخوتك، وفي نفس الوقت كتنوض إلا كنتي عندك بحال دابا وليدات كتعلمو كيفاش يصليو والقواعد كيفاش يصوموا، شنو هو الدعاء مثلا اللي يقولوا مثلا فاش يجيو يفطروا، شي حاجه بحال هكا. المهم رمضان كيكون فيه واحد الاجواء اللي زوينه، كتعلموا فيها بزاف ديال الحوايج. شنو كتحطوا بالنسبه للماكله؟ كنحطوا بحال دابا وجبات مغربيه تقليديه، بحال مثلا الحريره، الشباكيه، التمر، الحليب، هادو الحوايج اللي اساسيين. وراك عارف بالنسبه لرمضان تيوقعوا فيه بزاف ديال مرحبا. بالنسبه لنا زعما حنايا في العائله ديالنا ضروري حنايا جباله، يعني ضروري البصاره، ضروري بحال هكا الحريره وداكشي، يعني الاساسيات، بلا ما نهضر على بريوات وداكشي داكشي التقليدي اللي كيصايبوا كاع الامهات. وصراحه المهم بالنسبه لي انا بعدا ما كانش البصاره ما يمكنليش نفطر، ضروري البصاره هي اللي خصني ضروري باش نفطر، وهكا ملي كتكون العائله مجموعه وداكشي ضروري البصاره، هذيك هي اهم حاجه عندنا. بحال هكا كيكون الكغاتان، بحال هكا كيكون شي شو سميتها ما عرفت. المهم بحال هكا كيكونوا شي هوات هكا تقليديه، طاجين مثلا، شي حاجه هكا فيها الحوت ولا شي حاجه، المهم الانسان ياكلوا صافي. شكرا لك. بالنسبه للمائده ديال الافطار بالنسبه لرمضان، يعني ضروري كتميز بالحريره، بالشباكيه، يعني بالتقاليد المعروفه ديالنا ديال بالنسبه لشهر رمضان. عادي بالنسبه للحريره الا ما كانتش ما كاين والو، يعني ضروري قبل ما باش تود المغرب ضروري لا باز هو الحريره. ومور الحريره مور التراويح ضروري عاوتاني بالنسبه للبراد اتاي الكاطو سلو البريوات هادو ضروريين ضروريين. كاينه شي حاجه اخرى كتكون اساسيه في المائده ديالك؟ الاساسيين هما هادو، يعني بالنسبه للتقاليد المغربيه اي واحد، يعني هما هادو بالنسبه عندك الحريره وعندك السلو والشباكيه والبريوات، هادو معروفين، هادشي اللي كاين في المغرب. حتى التميز بالتنوع ديالها المختلف باش حتى شي هوات اللي كتصاوبوا من الوالده، وتتكون حنا اللي كيعجبنا اكثر هو ديك التجمع ديال العائله، ديك الضحكه اللي تكون في وجه كل شيء وصافي. شنو تتحطو في الطبيلة ديال الفطور؟ شكون الشباكية، الطاجين، اللي متراد ديالنا، اللحم والبرقوق معروف، طغميرة، داكشي كتحطو هادشي في الفطور؟ ضروري في الفطور ماشي حتى للعشاء. شنو هو الطاجين؟ الطاجين لا، الطاجين تيتحط في الفطور، شي برايوات، بيتزا، بحال هكا، العواصر ضروري، شي نقوس وقليل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.